Hello everybody. This is Teacher al-Din. Al I'm part of Alwatan International Group, and this is English 101. Today is our, our second lecture for this week, and uh, like we are used to, we are doing grammar today. Okay, grammar, and especially about tenses. Tenses. Tenses is what is the time that this action happened okay what is the time yesterday or tomorrow now right now or maybe 5 minutes before right so tense is the time tense is the time of the action our first tense it's very useful we use it a lot okay uh, is present continuous present continuous Uh, let me give you the main rule. إحنا متعودين دائما نركب جملة. قلنا subject. Alright أو the pronoun تبع subject. يعني الـ subject بيكون يا أحمد يا هي يا uh, ولا يا شي. Okay. يعني يا subject صريح اسمه أو ضمير. يعني عنه. Okay. Subject plus ال verb اوكي okay. بلس uh, طبعا ال verb حسب الزمن باي زمن بدك تحكي بتعدل ال verb صحيح؟ بال uh, present continuous guys في تو verbs تقريبا بتفوت على الجمله ومنتبه هو من ال من الازمنه القليله اللي بفوت عليها تو verbs او بفوت على على ال اللي بكون فيها فيها في verb to be وايش ال verb to be؟

فالزيادة عن الازمنه الزمن اللي اخذناه المره الماضيه انه في verb to be يعني احنا قبل شو كنا نحكي قبل؟ كنا نحكي he وخلص نستخدم فعل مباشره he plays اوكي okay. he plays لكن بالمستمر اذا بدك تتحدث عن استمراريه ما بصير he playing لا it needs verb to be فنتذكر هذا الاشي المميز بتركيبة ال present continuous المضارع المستمر أنا هذا الكتاب القواعد my favorite uh, grammar book because من اسمه شو اسمه grammar in use in use القواعد في يعني بالاستخدام العملي اوكي okay? يعني مش بس احنا مش رياضيات ناخذ القاعده واقول لك هذا فعل مستمر وخلص افهموا هيك لا تعال نشوف كيف بالاستخدام alright study this example situation هلا الكتاب هذا عشان تعودوا عليه بكون مقسم زي ل study cases كل إشي بده يوصل لك اياه عن الزمن بحطه بزي نقاط رئيسيه فهنا ب A بتلاقي فيه نقطة معينة بده يوصل لك إياها، B في نقطة معينة، C في برضه إضافة عنده، ودي برضو في اشي بده يوصل لك اياه اوكي okay? الكتاب بيجي صفحه فيها الشرح والصفحه الثانيه examples منحلهم سوا اوكي okay? اوكي okay, great uh, present continuous i am doing he is doing she is doing they are doing okay the verb to be بيتغير حسب ال subject All right study this example situation سارة is in her car. she is she is on her way to work. okay. so سارة بالصورة هون عنا بسيارتها وهي في طريقها إلى العمل. okay. طب هلأ شو بتعمل هي باللحظة هاي؟ okay. حتى لو السيارة واقفة إذا واقفة بالأزمة أو الإشارة نحكي she is driving to work. okay. She is driving to work. أهلا وسهلا استاذ خالد حيا الله. طلع استاذ خالد. وعليكم السلام. No problem. Okay. Uh, anyways, so at this moment يعني المضارع المستمر باللحظة هاي لازم يكون الفعل مستمر. Okay. باللحظة هاي، اوكي؟ آه طبعا بدنا ننتبه انه على باللحظة هاي ممكن احنا قاعدين يعني نطلع على صورة احنا وبيجي بيسألك حدا شو بتشوف بالصورة؟ بتقول له A woman and she is driving a car. اوكي؟ لاحظ أنت بقول لك شو شفت بالصورة فأنت شايف حدا عماله بسوق السيارة. هلا باللحظة هاي لما صوروا الصورة صوروها قبل أسبوع They took this photo a week ago. Okay. يعني صوروها قبل اسبوع. فلما يسألك هو شو بتشوف بالصورة معناته قصده هسه شو قاعد بتشوف. ففعل مستمر. Okay. هاي الشرح. This means وهذا يعني she is driving now at the time of speaking في وقت الكلام أو إذا كانت صورة أنت بتكون الصورة قدامك وقاعد توصف بالصورة she is driving okay فشرط الفعل المضارع المستمر الاستمرارية أثناء الكلام يعني وإنت قاعد تحكي بالجملة بده يكون مستمر driving أو painting okay يعني بتستخدمه لما حدا يسألك شو بتسوي هسة هلأ هو معك على الخط What are you doing right now? Okay. What are you doing right now؟ شو بتسوي الآن أو باللحظة هاي At the time is, uh, of speaking وشرط ثاني The action is not finished Okay The action is not finished يعني نفس الفكرة continuous هاي تركيب وعرفنا I am Okay He, she, it بوخدو is We, you, they بوخدو are هذا الverb to be بالإضافة لإيش الverb plus ing verb plus ing verb plus ing okay guys وهنا بس عشان تعرفوا كل شيء موجود بالكتاب وهنا إيش قاعد بيعطيني هاي ال لها ال يعني زي shortcuts for writing the words okay يعني اختصار ال i am I apostrophe M am تصير تنقرا لكن انت اذا بتمتحن إن قاعد ايلتس توفل اشي اكاديميك اكاديميك انجلش تراي نوت تو يوز ذس وان اوكي اكاديميك بيحبوا بالاكاديميك البروفيشنال بدون اختصارات alright guys بس ما بقدر اقول لك غلط alright B I am doing something I started doing it and I haven't finished it I'm in the middle of doing it okay بلشت بالفعل وما انتهى اوكي okay. معناته انا خلال الفعل مستمر تعال نشوف examples number one please do not make so much noise okay please do not make so much noise all right. I am trying to work I am trying to work not I try to work no 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 مش I try to work تحكي I am trying to work trying to work وهلا لما نحل احنا امثله كثير راح تتعود على الافعال اللي بتزبط اكثر مع الماضي سوري المضارع المستمر اوكي جايز طيب اه طب ليش ما حطينا I try to work ليش لانه انا بحكي مع واحد واضح اني بحكي معه باللحظه هاي وهو قاعد بيعمل ازعاج. Please do, my, do not make so much noise فانا اذا بدي اقول له يعني منطقيا اذا بدي اقول له لا تزعج معناته انا قاعد بسوي شيء ما بدي انزعج اوكي؟ عشان هيك قلت له I am trying to work او بدون I am trying to work بصير تقول I am working. Okay? Please do not make so much noise فمن المعنى ننتبه على المعنى وطلع كيف آه الأمثلة اللي حطها زي كأنها conversation ليش جاب لها conversation عشان تعرف إنه هو قصده time of speaking الأكشن شغال وقت الحديث أوكي هاي في محادثة بين اثنين وير إز مارك؟ واحد بصار واحد وير إز مارك؟ وين مارك؟ شو جاوبه؟ he is having a shower أوكي he is having a shower. Okay. و having الفعل have قلنا بظبط يعني مع ال مع ال meals of the day الوجبات having a breakfast و مع الشاور having a lunch having a dinner or a shower okay فاللي سألني عن مارك قصده وين مارك هسه okay he is having a shower uh -huh. Let's go out now. Now time of speaking ننتبه. Where is Mark? محادثة. Please stop it. Please don't make so much noise. واضح إنه هسه الأمور قاعدة تصير. Let's go out now. It isn't raining anymore. It is. ما نتخربط. الـ subject it. is بس زاد لل is not للنفي كلنا بنعرف طريقة النفي raining anymore يعني بطل ما بتشتي الآن أوكي ولأنه الشتاء هون من الأفعال اللي كثير مستخدمة على ال present continuous لأنه raining هو فعل بياخذ وقت يعني الدنيا بتشتي يعني عرفتوا كيف فعل من الافعال اللي المفضلة عند الـ present continuous it's raining الأفعال المفضلة عشان هيك أصلا أنتم سامعينها قبل خيارات الله زي trying زي raining uh, working playing أنا أفعال في وقت بدأ وقت okay how is your new job برضو محادثة time of speaking are you enjoying it okay سؤال are you enjoying it? سؤال present continuous guys بس يعني عشان احنا دائما نعرف نكون من جمله هاي تكوين الجمله uh, بال uh, present continuous okay guys اذا بدنا نعملها جمله negative نفي uh, ببساطه نزيد N O T وبتقدروا تلزقوها مع ال is او ال R او الهاي لكن قلت لكم الافضل انك تكتبها is not or not هاي بروفيشنال اكثر هاي هيك عملنا جمله أه اذا بدنا نعمل أه سؤال سؤال كل زمن راح ناخذه راح نعمل الحركات هاي راح تتكرر اذا بدنا نعمل سؤال قصير جوابه yes or no شو بنعمل بس اعمل سويتش بين الفيرب تو بي والسبجكت بدل she is بتصير is she playing اوكي okay. بس بنعمل switch بصير verb to be بالاول يعني the question بصير verb to be are they praying هل قاعدين بيصلوا اوكي okay. بس نعمل switch صار سؤال بس ننتبه صار سؤال بسيط yes or no جوابه اوكي okay. والverb ing نفس مكانه. Alright guys, هاي هيك كونا سؤال. والسؤال always ends with question mark. هاي بالأكاديميك English كثير ضرورية. Alright guys, كونا جملة وإذا بنعملها نفي بس بنزيد not. سؤال بس بنعمل switch بنجيب الverb to be بالأول وببساطة كونا سؤال. آه، تعال نشوف هون هيو عمل سؤال بالبريزنت continuous حط الفيرب to be بالأول. Are you enjoying it? Okay, great. طبعا هذا السؤال يسرنا. اور بدك تفاصيل أكثر، تسأل عن الوقت، عن الأشياء، بتزيد له قبل دبليو اتش، وين، وير، هاو، وات، وات ايفر، أوكي جايز؟ لكن إذا عرفت تكون السؤال بسيط. بتعرف تكون أي سؤال بدك إياه، بس بإضافة دبليو اتش تولز، دبليو اتش تولز. Alright. Okay, let's see. Sometimes the action is not happening at the same at the time of speaking. اوكي uh -huh. okay. هذا استخدام ثاني لل لpresent continuous عشان هيك قلت لك استخدام الزمن ممكن يعطيك أكثر من معنى. تعال نشوف. بقول لي sometimes the action is not happening at the time of speaking يعني أمرات أم بكون الأكشن الفعل مش قاعد بصير و uh, وانا at the time of speaking يعني زي it's raining I am working مش لهالدرجة هاي وانا بحكي يستخدم the present continuous اذا بدك تحكي عن اشي أه صار لك بالآونة الأخيرة بتسويه وعمالك بتسويه بس هو نشاط متقطع يعني لما أسألك شو بتسوي الأيام هاي بتقولي I'm reading a book about science اوكي okay. I'm reading a book about science. هل أنا سألتك What are you doing nowadays? شو بتسوي الأيام هاي؟ قلت لي I'm reading a book. طب سؤال لما تقول لي I am reading a book. هل أنت وأنت معي الخط you're reading a book؟ لا أنت الفترة هاي you are reading a book. Nowadays, okay. يعني إذا في عندي خط زمني, okay. إذا عندي خط زمني هون now all right okay. now إذا بتستخدم الـ present continuous all right, تقدر تستخدمه حتى تعبر عن نشاط أنت سويته بال past القريب مش كثير بعيد okay. اوكي حاول الآن اوكي okay. يعني بقريب من الآن وبعدك مش مخلصه كمان يعني الكتاب راح تكمل قراءته للفيوتشر اوكي بس مش at the time of speaking مش بلحظه الكلام هلا مع الامثله ان شاء الله بنفهم اكثر شوف ستيف is talking to a friend on the phone he says ستيف بيحكي مع صاحبه على التليفون I'm reading a really good book at the moment uh-huh I'm reading a really good book at the moment at the moment It's about a man who بدي يقول له شو قصه الكتاب، اوكي؟ okay? ستيف says, I am reading but he's not reading the book at the time of speaking زي ما حكيت لكم يعني ما بقرا وهو معك على الخط ستيف مش قاعد بيقول لصاحبه انا قاعد بقرا، اصلا الانسان وخصوصا ال, ال... ال... الانسان خليني يقصد... ما بجمعش بشغلتين، صح ما بيقدرش يعمل الاشياء كثير بنفس الوقت فهو صح استخدم بريزنت continuous لكن like, مش at the time of speaking you still continuous إذا عادة أو okay I'm reading a book I'm writing a song I'm writing a new song okay I'm working on my English language skills okay all right he means that he has started reading the book but has not finished it yet يعني بلش الكتاب وقلنا بعده ما خلصه بستمر معه. Okay? Uh, He's in the middle of reading it Some more examples Kate wants to work in Italy She is learning Italian Alright, she is learning Italian uh, Not at this moment she's learning Italian Nowadays nowadays الأيام هاي الفترة هاي عمالها بتتعلم إيطالي أوكي okay, جايز وممكن إذا إنه uh, يعني نفس الجملة هاي إذا كيت كيت البنت هاي كيت uh, واقفة قدامك وإجا حدا سألك What is Kate doing at the moment? شو بتسوي كيت؟ وهي بتكون قاعدة بتقرأ إيطالي تقول له she is learning بكون قصدك at the time of speaking بس زي هيك كيت مش قبالك وقاعد بتحكي بشكل عام إنها بدها تطلع يعني بين الحكي قاعد بتحكي أنت بشكل عام إنها بدها تطلع تشتغل بإيطاليا فهي عمالها بتتعلم إيطالي بتتعلم إيطالي مش هسه قاعدة هي بحصة إيطالي الفترة هاي أوكي جود جاو some friends of mine are building their own house uh -huh. Are building their own house, they hope to finish it next summer. Okay, al-fatrah are building. Okay, guys, yes, you can use the present continuous with today, this week, this year, periods around now. Okay, you are working hard today, okay. You are working hard today. Yes, I have a lot to do. The company I work for isn't doing so well this year. مش عم مرة بشتغل صح هاي السنة. Alright. Uh, uh, هاي ال النقطة دي uh, نركز عليها. Okay. بس بدي أحكي شغلة عقب عليها. The present continuous فيه إله زي أمر... يعني مش دايماً تيجي بالجملة. هاي اصلا للبيجنرز بالانجلش بيدوروا عليها لكن انت لقدام راح تصير تلقط التنس بدون هاي الكلمات المفاتيح اذا بتسمعوا فيها اللي هي الكي ووردز بيحكوها كلمات داله على الزمن هي إيه بس لل يبلش انجليزي ايش الكلمات اللي بتدل على ال على present continuous اللي هي زي 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 المفروض يكون في شكرا مسلونا على الكلام الجميل معلش بس المسج قديم مشكلة انا كل شوي بفتح المسجات right guys آه, اوكي كلمات اللي بتدل على الزمن آه, انا مش عارف وين قراتهم هون اه زي هاي at the moment at the moment كلمة تدل على الزمن المضارع المستمر present continuous uh, في هذولا today this week this year اللي today باليوم بشكل عام يعني المقصود انه مش بس وانت بتحكي لا اليوم انت اشتغلت منيح اوكي okay? this week مش uh, شو اسمه بس وانت توصف بالجمله لا الأسبوع هذا أنت حاولت تحل المشكلة، أوكي؟ وفي غير at the moment, this week, this day, at the moment، في right now. right now بالعادة تدل على طبعا واضح، ما قال right now يعني time of speaking, right now. هاي برضه تدل نيل كي ووردز بس يعني دونت وري معي ان شاء الله مش راح تحتاج تدور على كي ووردز راح تفهم الموضوع فهم للزمن اوكي okay. اورايت right. uh, استخدام برضه عشان تفهم استخدامات ال present continuous استخدام ثاني له we use the present continuous when we talk about the change that has started to happen started to happen وهذا الاستخدام معنوي أكثر من إنه يعني باللغة أوكي معنوي إذا في إشي بلش يصير عليه تغيير تستخدم present continuous وفي أفعال بتحب الموضوع هذا أو بتحب الأفعال اللي فيها تدرج أوكي اللي بلشت هلا وراح تزيد زي becoming عماله يصبح أوكي changing في تغيير بدأ وراح يزيد improving تحسن I am improving okay starting starting طبيعي يعني معناه إشي بدأ من اسمه صح حط خطين إشي بدأ بدأ start to happen تدريجي راح يزيد Uh, beginning من begin يبدا beginning عماله يبدا هاي الافعال بتحب البريزنت continuous اتس فيري كومن alright يعني وهنا بتصير فهمك للغة اوكي okay? لانه هو قواعديا تقدر تستخدمها مش مضارع مستمر وتعطيك المعنى لكن مش مستساغ uh, increasing is that rising يعلو يصعد falling يسقط يحضر growing ينمو، اوكي هاي الأفعال نركز عليها نحاول نعمل عليها جمل هاي الأفعال بتحب present continuous والPresent كونتينوس بحبها، اوكي آه. نروح على حل الاكسرسايزز exercises guys before we start بس مراجعة سريعة guys تركيب present continuous subject أحمد خالد قيس شو ما بدكو أو he she it they you you we ينوب عن ال subject plus ننتبه على الإضافة في عندي verb to be am is are alright و plus الverb I نزيد له ing هيك بنكون كوننا جملة اوكي أه إذا بدي أعملها جملة منفية بحط هون not بدي أعملها سؤال بس بعمل switch بدل he is playing بصير is he playing يا guys إذا بدنا نعمل سؤال Alright guys هاي القاعدة right الأساسية نمشي عليها استخدامات ال present continuous نحطها حلقه بذاننا الاستخدامات الثلاث عشان هلا بدي انت اه لكل جمله تقول لي على اي استخدام، اوكي؟ اه الاستخدام الاول فعل مستمر ويحدث اثناء الكلام time of speaking يعني وانت بتحكي قاعد بصير اوكي هذا اول استخدام مش الايام هاي او الفتره هاي time of speaking. الاستخدام الثاني للـ present continuous كثير useful هذا الاستخدام الثاني لما مش time of speaking بس الفترة هاي I'm reading a book وأنا قاعد معك على التلفون مش قاعد بقرأ الكتاب بس الفترة هاي أنت بدك تطمن علي بتقولي شو بتسوي الأيام هاي يا زلمة أقول لك والله I'm reading a book <applause> أو I'm writing a novel. Okay. خلنا نقول nowadays أو يعني بالفترة هاي هاي الاستخدام الثاني nowadays شو يعني nowadays في آه هون Sorry. آه بديش أكثر كتابة أوكي okay. والاستخدام الثالث ذكروا لي من فعل starting شيء بدأ اللي هو started to happen لما الأفعال اللي starting فيها بداية صعود تدريجي starting alright هسه بس احنا نحل مع بعض مش بس بدي تحل الجواب وتحط لي فعل وتزيد عليه ing هاي اي حدا بيسويها بدي تقول لي هل هو وصف time of speaking ولا وصف بشكل عام nowadays okay alright uh... <applause> Al Madra. Miss Buthaina can you open your mic please Miss Buthaina open your mic or unmute unmute please alright انا يعني بنادي على حدا شوي على ما يرتب اموره ما زبط مش مشكله يبعث مسج اذا نقيت حدا ثاني ما يفتح المايك لا ببعث مسج بيحكي السبب او ما بقدر يحكي عنده ناس يعني برضه بنتفهم المايك ما عم يفتح آه... كيف بجوز من عندي بقدر اعمل لك ان ميوت لا ما عندي الاوبشن والله هذا مس مش, مش مشكله بدك تجربي بثينه المحاضرات الجاي يكون شغال مايك عشان انت آه... تجاوبي، اوكي؟ طلعت بثينة، حلو شكلها بدها ترجع تفوت عشان تجرب الموضوع، ممتاز. اوكي آه, مس لونا؟ مس لونا الفارسي. open your mic please. يس. Yes. Alright مس لونا. Yes. آه, أول إشي مس لونا، next آه, مس حفصة، اوكي؟ مس لونا. Mm -hmm. السؤال الأول سوا بناء على تركيبة المضار المستمر. وبالإضافة نعرف أي استخدام هو بيستخدم، أوكي؟ okay. أوكي. Okay. تمام. What is happening in the pictures? Choose from these verbs. أوكي؟ okay. mm -hmm. uh, هون بدك تستخدم الفعل، هو جايب لك الفعل سادة base. أنت شو لازم تسوي فيه؟ طلع ing. فهنا هي فعلياً بدو اياك بس. Uh, تحط الفعل الصحيح للجمله الصحيحه وتستخدمه بالمضارع المستمر، يعني رقم واحد اوكي؟ اوكي بستونه؟ She is taking a picture. اوكي هنا يس. She is taking a picture، راح استخدم الفيرب verb take وإي إن جي، she is taking a picture. اوكي، بما إنها صورة وقدامنا وقاعد بوصف بالصورة، هو أي استخدام Uh, she is taking a picture now. Uh, starting. لا. time of speaking. آه، uh, yes yes. time of time speaking of لأنه هي بس yeah. يعني فعلياً صورة هي يعني الصورة مش فيديو مش قاعدة تغ بس أنت بتوصف صورة شو بتسوي بالصورة she is taking a picture يعني هسا time of speaking she is taking a picture in the in the she has taken a picture in the picture يعني okay yes. Alright. Miss Luna uh, باستخدام الطريقة هاي uh, do number two he uh... شو رأيك الفعل؟ إيش الفعل عماله بسوي؟ أنا مش فاهم كثير شو شو قاعد بسوي أنتِ شايفة؟ هلأ هو عم يربط حذاءه he is أيوة he he إيش حكيتي؟ he is staying أسوق شو الكلمة؟ is tying job time شكرا على is, is. لانه حكينا ال present continuous بده ال verb to be he yeah. is tying tying يعقد او يربط ونفس الشيء استخدامها time of speak هلا بدي تقول لي شو بيسوي هلا بالصوره شو بيسوي he is tying okay do number 3 مثلونا number 3 also هلا يعبر يعبر بس أي وحدة يعني بدي, بدي تحاولي تاي uh, يربط تيك تعرفي ياخذ سكراتش بحك هايد يخفي هاي بالضبط هايد سيك لعبه الطميمه cross cross يعبر اوكي okay. بناء uh -huh. على الفعل cross اعملي لي اياها بالبريزنت continuous uh, they are good job شفنا جروب بالصورة برافو مس لونا شافت أكثر من شخص معناته they بدها توصف oh. الصورة they لو مس كانت معهم تحكي we, we. Good مجموعة أنت جزء منها وي مجموعة أنت مش جزء منها they With They بالمضارع المستمر بدها verb to be بتاخذ are وحطت الverb verb crossing they are crossing عمالهم بيعبروا time of speaking هلأ بالصورة هاي good job مس لونا مس حفصة لو سمحتي

Scratch. Oh, he, um, his head. He is good scratching. Job. His head. He, good job. Verb to be. He is scratching. Scratching. All right. Verb plus ing. with agreed the at time of speaking. Time of speaking. All right. Miss Hafsa, number five. Number five, uh, behind a three. He is he is uh hiding behind a three. Good job, Bravo. He is hiding. Thank you. لا بس ما اتوقع ايش هذا هي حرام عليك يا حفصه شعرات في في <applause> اه الا قلت في بعدين صح خطأي إيه؟ ايوه اوكي okay. شي اتفقنا انها شي صح؟ شي از هايدينج هايدينج اوكي نمبر 6 مس حفصه دو ات از ويل دو ات تو سم شو بيسووا عمالهم بالصوره؟ اول تطلعي بالصوره عشان توصفيها بمشي شعرها يعني بيش بيشاو بيش بيقشر بيسلم اي في اي فيرب هذا واف he is wave wave they yes. are they are waving to somebody thank you they are اكثر من شخص يعني مجموعه <م microphones> <laughs> وحفصه مش جزء من المجموعه بتحكي they وبدها <لتصفح> verb to be بتاخذ <laughs> are waving wave and smile wave and smile هاي معروفه بيحكوا wave and smile يعني اشر وابتسم والامور بتمشي ما ولا حدا فاهم القصه alright waving verb plus ing okay next example يا اخي اللي بيرفعوا ايديهم وين Miss Diana, open your mic, please. Ah, <laughs> <All> <laughs> Diana. hi <inaudible> Ms. Diana. how are you how are you Ustab? I'm doing great I see you can uh, open your mic today everything is good huh come <inaudible> on great Miss Diana next question the sentences on the right الجمل, uh, بال, uh, اليمين, follow those on the left okay follow those <inaudible> on the left. يعني ال على uh, اليمين تلحق على الشمال okay which and which sentences goes with which okay يعني هذول الجمل يعني يتبعوا بعض في ثنتين بو... ثنتين بضبطوا مع بعض أكثر إشي okay <تصفيق> <تصفيق> على بالمعنى والفهم بدك تعرفي اياهم بيجوا مع بعض يعني مثلا لما يقول لي بليز دونت زي رقم واحد بليز دونت ميك سو ماتش نويز مش راح تكون تكملتها وهو بيقول لي لا تزعج انا مثلا انا عمالي باكل يعني الازعاج ما بيخرب على الاكل صح اما مثلا لا تزعج انا بدرس او انا بشتغل راح تكون عرفتي كيف راح تختاري بناء على المعنى اوكي نمبر 1 هو حالها بليز دو no. not ميك سو ماتش نويز لا تزعج معقول عمالي بجوع ام getting هانجري ولا ذي ار لاينج بيكذبوا شو دخل الازعاج بالكذب اصلا هو حلها قال لي احسن شيء اف اي ام تراينج تو ورك اوكي بالمنطق اوكي okay. I am no. trying to work. Number two. ان... We, uh, two. We need two lives soon. Uh, to leave. Leave. To Nevada. leave soon. Yeah. Uh, it is getting light. Good job. It, it, it's getting late. Okay. It's uh -huh. getting late. It's... طب, okay. Yes. جوابك صح it's getting late عاي استخدام the time of speaking ولا nowadays ولا استخدام ل starting it's getting late هي ل starting الاشي اللي ببلش وبصطلع تدريجي okay صح مس اتفقنا مس ديانا Yes, sir. Ah, معي, okay, I Okay, Miss Diana, do number three okay. as well. I don't have anywhere to live right now. I am. I, think, yes. I am. Uh, st uh, staying with friends. Good job with friends. Okay, دي منخف عليها الدي، ما نطلع صوتها كامل. Friends. Friends. Yes, دي. good job. Number three, uh, bravo. Okay, <applause> Miss Diana, I am staying <applause> with friends. على أي استخدام؟ Nowadays الأيام هاي والفترة هاي ولا time of speaking ولا starting. آه, آه، I am staying with friends. يعني أنا آه الحق وياهم آه فهمتي سؤالي مس ديانا ولا ما فهمتي سؤالي؟ آه يعني شلون لح أبقى معاهم مع الأصدقاء؟ آه بالضبط بس ناو الفترة هاي آه على هذا الاستخدام على آه هذا المستمر ال ال هسه كله مستمر بس قلنا المضارع المستمر له إيه ثلاث أيه. استخدامات يا فعل عماله بصير هسه قدام عيوني زي لما كنا نوصف الصوره تايم اوف سبيكينج taking, tying, crossing scratching, hiding او فعل عماله بصير هالفتره هاي عماله بصير معي لما زي لما حدا يقول لك شو عامله ما عامله مستيانه شو عامله هالايام هاي بتحكي له ام ريدينج ا بوك about history بقرأ كتاب عن التاريخ مش وانت بتحكي معي بقرأ الكتاب الأيام هاي زي I'm staying with my friends I'm staying with friends يعني مشو وانت بتحكي معي أنا هسا نايم عندهم أو قاعد عندهم بجوز أكون هسا عندهم لا بس استخدامهم كيف إجا يعني الفترة هاي أنا مع friends nowadays فهمتي علي مس؟ أي نعم أوكي التمرين هذا كل حدا راح يحل ثنتين Uh, next, uh, Miss Inas. Next, Hiba. Yes. Next, Marian. Ok, احفظ الدور. عشان uh, أنا بنسى. Ok. All right, Miss Inas, do number four and five. وزي ما عملت uh, Miss Diana. بتحلي وبعدين تحكي لي على أي استخدام. I need to eat something soon. Pardon. No problem طفي الراديو على قولة البرامج التلفزيونية طفي التلفزيون عشان صوتي ما يطلعش مرتين أو مش عارف شو السبب هو المهم Go ahead uh, I think uh, the choice number one uh, number eight I am getting uh, hungry حلو آه يلا طب قرأي لي إياها كجملة واحدة هيك إنه I need to eat something soon I'm getting hungry. Good job. That's very reasonable. منطقي. بدي أكل. لازم أكل قريبا. بلشت أجوع. Okay. على أي استخدام؟ The starting. الإشي ببلش وبزيد. Yes. Good job. على the starting. استخدام starting. اللي هي أربعة. A. Okay. حلي خمسة. Miss. They don't need their car anymore. Um, it is uh, getting late. They don't need their car. Oh, uh, pardon. H. Uh, The company is losing money. Mm, يعني مش مش مستحيل بس لا في في جملة افضل مناسبة اكثر. Anyway. I think انه الافضل اشي they are trying to sell it. Okay. Oh. They are trying to sell it. Okay. وعي استخدام they are trying to sell it. Um... starting time. إياها. I think uh, time of speech. حلو، هسا هي بتخربط شوي، بس يعني ممكن تكون time of speech، بس لا عملية البيع إنك تحاول تبيع الإشي مش منطقيا أنا مس إيناس إنه إنا بحكي مع إيناس صح؟ يس. Yes. بس مش منطقيا عملية البيع إشي بصير يعني على فترات يعني ناس تيجي تشوف السيارة وبتفاصل وبعجبه ما بعجبهم صح فهي على الأغلب إشي بيصير ناوة دايز الفترة هاي عماله بصير معهم أوكي صح تتفقي <تصفيق> 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 All right, great. They are trying to sell it. D. <applause> uh, مين حكيت next? تفتح المايك لطفا. Me, teacher. All right, Miss Hiba. Go, do number six. Uh, things are not so good at work. Edge, uh, the company is losing money. Good job. The company is losing money. Okay. Yes. Uh, maybe <laughs> nowadays? Nowadays, good job. The company is losing money. Especially losing. Uh, yeah. يعني هي مش عداد هسه في حدا قاعد بياخذ منهم مصاريهم بتتم على مراحل ناو دايز برافو فهمك جيد جدا مس هبه ناو دايز اللي هي ذا كومباني از لوزينج ماني اتش 6 اتش صح 6 اتش برافو نكست مس هبه 7 يس ات ازن ترو وات ذي ساي ام ذي ار لاينج بيرفكت بيرفكت يعني اكثر من هيك منطقي فيش اللي بيحكوه مش ترو ات ازنت ترو معناته they ار لاين اوكي هاي على اي استخدام تايم اوف سبيك يس تايم اوف سبيكينغ هلا حدا حكى شيء وقاعد بتواجهه انت او قاعد تحكي عنهم يعني واضح في ناس بتحكي هيو بالاول كانوا يحكوا ناس على التلفزيون وانت قاعده مع حدا وقال لك It's not true what they say. They are lying. Okay, مش صح اللي بيحكوا بيغلطوا. Uh, <applause> واعملي مس هبه معلش اعملي رقم ثمانية عشان ناخذ السؤال بعد. Eight. Okay. We are going to get wet. Wet. Uh -huh. uh, it's starting to rain. It's starting to rain. Good job. و starting عايز استخدام هي هم على الستارتنج starting إشي yeah. ببلش وممكن بده يزيد. alright Good job, Miss Heba. مين حكينا مس uh, next next تفتح المايك لطفا. Yes, teacher. Uh, مين اللي بحكي مين فتح المايك؟ مريم مريم، اوكي مس مريم، write questions use <applause> the present continuous، اوكي okay, بدنا نشكل السؤال okay. uh, بس نرجع بس نراجع تشكيل الجملة subject verb to be plus verb ing إذا بنعمل switch بصير uh, WH question بصير uh, yes or no question فالتركيب تبع السؤال إذا بدك تزيدي WH what when why where شو ما بدك بعدين verb to be what is أو are حسب ال subject what is بعديها subject مش كنا بنعمل switch بالجملة كان subject بعدين verb to be هلا و طبيعي بما انه سؤالنا اوكي سؤالنا بال والله المستمر alright إذا بدك تفاصيل بتحط WH بدك سؤال yes or no بدون ال WH بدون ال 1 والها Y اوكي مس مريم نفس الشيء بدي تعملي لي السؤال على uh, تعملي لي السؤال وتحكي لي ال, الاستخدام نفس استخدامات الثلاث نفسها في يا ستارتينج يا الأيام هاي محيط الآن يا باللحظة هاي ونحن بنحكي اوكي دو نمبر تو. why are you crying good job why are you crying bravo. حطت why so, بعديها verb to be are ukraine بعديها حطينا subject you والفعل طيب على أي استخدام مس؟ so, time of speaking time of speaking بالضبط من المنطق يعني واحد قدامك بتقول له what's the matter شو مال خطب يعني yes. why are you crying okay <applause> يعني منطقيا good job bravo uh, number three also miss مريم بدي كل حدا يعمل جملتين حتى yes. يرسخ الموضوع where is your mother is she working today aha uh -huh. good job is It's also ما uh, بده WH time of speaking آه فكري فيها شوي is حتى today حليت لك الموضوع في حدا بيقدر يضل يحكي يوم كامل يعني اه oh, no now, no. now a days yes قلنا now a days يعني مش بس الايام هاي ممكن تتذكري قلت لك طلعي انه حاول الاسبوع today this, week to this year. Okay. Okay, thank you. Uh, is she working today? Oh, good job. بدون WH ما بدهاش تفاصيل uh, Miss Maryam. خلاص بدها جواب yes uh, or no. Is she? Verb plus ing. Is she working today? Good job. Alright. right. Uh, next. next. يفتح المايك. Open the mic, please. Alright. Uh, ما فيش حدا next. أنا أنا هسا بدي أنجي حدا. يا أخي إحنا شك... كأنه البنات أكثر من الشباب بالمحاضرة. كأنه هيك نعم. Uh, أستاذ جميل. Can you open your mic please? Okay. في مسج. فريق اعتذر سامش مش مشكله استاذ جميل بس كويس انك يعني معنا وسامعنا على الاقل يعني هذا إشي كويس طيب في اتفاق مس اتفاق can you open your mic please Alright. right, uh, Miss Russia. Russia she's, uh, she's very active. إن شاء الله اليوم بتقدر. Miss Russia. مرحبا, أستاذ يا حيا الله, مس رشا مس رشا معي uh, بدنا نعمل رقم نعمل رقم مرحب. أربعة وخمسة لو of, أربعة I haven't seen uh, you for... أيجز يعني فور ايجز يعني شنو فور ايجز اربع عقود لا لا يعني حلوه طريقه تفكيرك اما مش اربع عقود هاي أه؟ فور لمده لي. لمده اي أيجز. و... ايجز يعني جمع عمر يعني ما شفتك لفتره آه. طويله تعبير مجازي أوكي؟, أه. اوكي هو تعبير مجازي انه ما شفتك أه. لا الاعمار هاي كلها اوكي صار لي زمان مش شايفك يعني What you do these days. بما انه هو شاف يعني شوفي. يعني مستمر اه مستمر بس شوفي تركيبه hey. المستمر ما ننساش الفيرب تو بي از ولا ار الان اي hey, نعم اوكي okay. uh, Verb. وير لا لا نعم. not... صح نحط دبليو what. what you are doing these days. شوي مس شوي مس رشا معي بعد yeah. ال h بدنا الـ to be الـ to be يا إز يا are يا yeah, am شو بتحبي تختاري من بعد الـ you يعني are what are بالظبط are good job what, what are but what, what are, are you doing this day yes what are, are you زين طيب وهاي بتاع... بأي استخدام مسرشة؟ هاي حال لحالها لحالها. أه... هسه نمبر 5؟ نمبر 6؟ لا سيكس؟ بس بس نمبر 4 أي استخدام للبريزنت كونتينيوس؟ يعني هي استخدامها يعني هو السؤال كان عمومي بس ما دام يعني ديقول لها أه. وين كنت؟ يعني هو بالوقت الحاضر دايريد يعرف انه هو ايش كان يسوي؟ يعني بده وات ار يو دوينج؟ ذيز دايز بده يعرف هسه وهو بيسال فيه ولا بشكل عام الفتره هاي؟ بشكل عام الفتره يعني على الاستخدام الثاني اللي هو nowadays او today او this week اوكي حاول الفتره هاي اوكي Good job مس رشا. next مس رشا ايمي any student uh, <التجوار>? uh, what does she study؟ ايش الجواب؟ what who are you studying شوي بالله بس بدي في حدا شكله فاتح المايك بالغلط بدي اعمل ميوت بول عن اذنك ثواني مس رشا اوكي مس رشا ارجعي افتحي المايك What is she studying? يعني عليكي مشيتي على القاعدة احنا مبدئيا بس مش على القاعدة بعدين بنصير ناتشورال بالحل حطت ال W H بالأول What أكيد احنا قبل ناخذ ويا يعني الاي ان مثلا أحرف العلة إذا الفعل بحرف علة يعني أكو هيك يعني الحرف الأخير يتكرر اه طبعا في في قواعد آه. سبيلينج احنا ما اخذناها قواعد السبيلنج ولا اخذناها؟ ما اخذناها اخذنا از ان هيك شيء يعني ما اتذكر بالضبط شنو آه آه. اللي آه. اوكي اوكي دون وري بارد دون وري بارد في محسوب حسابها بالكتاب الثاني الاحمر بس اتوقع اخذنا احنا عن اضافه ال ان جي يعني مش مشكله بشيك عليها اي تمام هسه احل السابع لو لا حليتي ثنتين اي نعم تمام خلاص بكفي شوية أكتب جوابك What is she sorry What is she studying Okay طيب السؤال هذا إيش بدها تعرف هلأ شو قاعد بتدرس ولا بشكل عام بالجامعة nowadays لا هلأ هل يعني Any أما يعني student. بشكل عام ستudies بشكل عام شكرًا شكرًا بتدرس بشكل عام أما لو لو بلشوا مثلاً قالوا ايمي is in the library what is she studying right now يعني حالياً أكيد the time of speaking استخدام الأول ايه. alright good job من سراشا براوا okay اه. next ولا open your mic uh, how are uh, those people What are they doing? Good job. What are they doing? طيب هون هاي بدي اشوف ولا بتظبطيها ولا لا. اي استخدام. What are they doing? Uh, Now they What are they doing? فكري فيها، طلعي شو بلش. Who are those people? مين الناس هذول؟ um. Time of speaking. Yes, time of speaking. Really? <laughs> مش, مش بحكي, Who are those people? What are they doing? Okay. Um. Good job. we to nowadays with time of speaking. Good job, guys. What are they doing? voila do the next one also as well. I heard you start a new job. Uh, he, he, you, yeah, is, شو uh, uh, should uh, that let you, you enjoy تركيب السؤال, هاي تركيب السؤال. هسه تركي هو طلع هو بالخيارات بس. مش معطيكي دبليو اتش يعني ما بدنا دبليو اتش ما بدنا دبليو اتش بدون دبليو اتش بلشي ركبي من الفيرب تو بي a verb to be بدك تحطي is ولا are is is you enjoy eating الyou بتاخذ is لا الyou بتاخذ are are you are you enjoy eating enjoying it enjoying enjoy huh? eating are, eating no no he <laughs> enjoying enjoying فيها enjoying it are you enjoying it ها uh, enjoying it um. بالضبط ايوه enjoy it are you enjoying it starting happy uh, شو رايك انت ب... are you enjoying it السؤال يعني بساله هسه وانا بحكي معك انت قاعد بستمتع بشغلك ولا بشكل عام عاجبك شغلك؟ بتستمتع فيه؟ uh, nowadays nowadays <applause> بالضبط nowadays يعني, nowadays good job آخر وحدة في حدا حدا جديد يرفع إيده ما في مشكلة مس مس ولاة كم ليه لو سمحتي آخر وحدة من نصيبك تمام we are not in a hurry Why are you walking so fast? Why are you walking so fast? So fast. Hi, إيش? I used. Soani. Yeah. Time of speaking. Good job. Time of speaking. Yeah. Now, machine. So I. I tell you, why are you Okay. I Yeah. 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 Good job تفكير منطقي جدا. Uh, we are not in a hurry يعني إحنا مش مستعجلين. ليش تمشي بسرعة؟ Good job time of speaking. And next uh, I want to see new hands guys. نشوف مين؟ Okay Miss Azhar. بعدين uh, بعدين Miss عايشة بعدين Miss Hanan. Okay. يا اخي شوي كانه لا في جميل يعني شو... شا... اوكي تمام اللي حكيت اسمه اول حدا يفتح open the mic please hi sir yes hi miss uh, what's your name azhar azhar okay miss azhar uh, بدنا نحل المثال هذا الاخير بموضوع the present continuous المثال بيحكي put the verb into the correct form positive I am doing or negative I'm not doing. Okay. فبدنا نحط الفعل بال بالمضارع المستمر ويا نفي يا تأكيد حسب المعنى. Okay. قلنا حسب okay. المعنى منطقيا يعني انت بتقول لحدا تزعجش لأني بشتغل مش تزعجش لأني بشتغلش. صح؟ هيك المنطق بيحكي. فبيست اون ذات do number three please. And no one or two. Okay. okay. Oh. You can turn off the radio. I'm not listening to it. Good job. I am not listening to it. To it. Yeah. All right. Uh, uh, hey, time of speaking. Time of speaking. Uh, I am not verb listen. listen مع ING, space I am not. I am not listening to it. Good job. Number four, Miss Azhar. Uh, Kate found last night. She's on holiday with friends. She's having a great time and doesn't want to come Good back. Job, bravo! She is having a great time. She is The verb have my ing. طيب هاي هاي استخدام miss. Hey, nowadays. Nowadays, بالضبط هي بعطلة الويكенд هاي الأيام هاي. Bravo. Um, يعني. Yani, I'm very proud of you guys مبسوط منكم كثير انكم واضح صرتوا تميزوا بين الاستخدامات. اوكي okay. اللي حكيته اسمه next open the mic please. مين حكيت اسمه next انا؟ غششوني على المسجات مين حكيت اسمه next؟ اوكي مش اه, آه... مس ميسر... ر... رفع رفع يس مس رفع سوري اليوم انا ما خليتكيش تشاركي مش عارف ما انتبهتش على الاسم كانه ولا شاركت, اليوم... شاركت اليوم ما سمع شاركت اليوم حليتي سؤال معي شيء لا انا ما كان عندي مشكله في المايك اوكي بسيطه هلا شكله شغال فبدنا نعمل number 5 please Andrew started evening classes recently he is not he is not he is uh, learning Japanese he is learning Japanese good job miss Rafa و, uh, على أي استخدام he is learning Japanese هلأ هل وإحنا بنحكي بتعلم ولا هالفترة هاي nowadays نعم ما عم بفهمك دكتور على هلا احنا اخذنا ثلاث استخدامات للبريزنت كونتينوس قلنا يا بكون الفعل هلا واحنا بنحكي قاعد بصير اوكي زي <applause> It's raining او I'm working اوكي وفي اشياء من الفهم مش وانا بحكي قاعد بتصير بس هالفتره هاي اوكي فاندرو فترة. started evening classes recently بلش دروس مساء he is learning Japanese احنا قاعدين بنحكي عن اندرو بشكل عام مش اندرو شو بيسوي باللحظه هاي لكن الفتره هاي عم يتعلم Japanese اوكي okay? سو so, على استخدام الثاني nowadays a days اوكي okay? اوكي اها اوكي حلي رقم ستة هلا رح تشوفي الفرق <applause> نعم باول اند ساره have had an Argument and now these uh, they are speaking. Now they are speaking. Now they are speaking. here they are not speaking, they are not 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 salbenatum argument okay, okay. and now. They are not speaking. أها. Uh -huh. وهلا ما بيحكوا مع بعض. قصده هلا ما بيحكوا مع بعض. هلا باللحظة هاي ولا الفترة هاي ما بيحكوا مع بعض بعد الجدال؟ اللحظة. إيه؟ اللحظة. في آه. الفترة دي هم ما بحكوا مع بعض. يعني الفترة هاي هم ما بيحكوا مع بعض. نعم. آه. آه. صح تتفقي معي؟ ايوه نعم good job وبهنيكي على قراءتك يعني كان في كلمات صعبة وقرأتيها كثير قريب للصح زي argument فبرافو. Yeah. alright yeah. uh, next the situation uh, next انت حليتيها اوكي okay. اعملي سبعة مش مشكلة مس yeah. the situation is already very bad and now it is uh getting worse. The job. It is get getting. verb plus ing. Getting. برضو في مس على تدبيل الأحرف هي getting من الكلمات اللي مندبر آخر حرف قبل ما نزيد ال ing. Okay. Okay. Perfect. Uh, it is getting worse. وهاي على الاستخدام الثالث اللي هو starting عماله ببلش وراح يزيد اوكي okay, it's getting late عماله بلش تأخر الوقت good job miss رفاء uh... رفاء سوري انسيز كان يقرأ حقك علي مس رفاء miss inas open your mic please Okay. Bad Miss Inas with oh, the Miss Aisha, uh, the okay. uh, Missalian bad Miss Inas. Okay, Miss Inas, do number eight. Time work day, Tim Tim. 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 Sorry, okay. Tim, work day is taking the day off. Uh, team not work not working today. Okay yeah, أما the business continuous شو بده؟ بده verb to be is ولا are ولا am team uh, is is. are not working today. Tim team is not the job working today. طيب هاي قصده باللحظة ولا يعني بلحظة الكلام ولا بال يعني بال nowadays, nowadays باليوم هذا بال... اليوم بشكل عام ما تغلش هيك تسعة. The day off. He is taking the day off. Number nine. I am uh, look for, for Uh, sofa. Do you know where is she? I am looking for sofa. Good job. I am looking for Sophie. Do I think I'm Sophia. Good Sophia? job. <laughs> okay. Why I them nowadays? Will the the time of speaking. I think time of speaking.

inshallah you are able miss hanan open your mic please all right no problem guys guys galini bas a'mal انا الاخرانيات هدول حتى يعني الخص الموضوع منه او احنا ما خدناش البريك صحيح. Okay best five minutes break guys or ten minutes break just uh, so you can just five minutes and we'll come back to do these last five examples okay 5 minutes والله انه هاي جزء احلى مسج بقراها مسونا ثانك يو

Uh, let's 10 okay بدي بس كبداية عشان أتعود أنا على تركيب التنس تبعي الزمن present continuous present continuous. بتكون من subject أحمد خالد whatever, أو he أو she it the pronoun. بدي الverb is are am okay بعديها ايش بدي ال verb i in g okay انتبه ال verb to be بيعتمد على ال subject he is they are وانتبهوا بعيدها كم مرة البريزنت continuous من التنسز القليلة جدا اللي فيها verb to be اهلا وسهلا نسونا ممتاز اوكي وقلنا هاي بالجمله اذا بدي اعمل سؤال ببساطه بس بعمل سويتش سويتش بين الverb تو بي والسبجكت اوكي جايز أه هون هلا ما عندي اسئله كله طلع وانتهي بنقطه نقطه نقطه فول ستوب فهي ما عندنا اسئله هاي قاعدتنا بدي امشي عليها وأحل واجاوب برضه ايش استخدام استخدمه هلا تايم of speaking ولا حاول هسا nowadays أو اليوم بشكل عام يعني all right let's see the washing machine has been repaired has been repaired the washing machine has been repaired صلحت the washing machine أعطاني subject it work okay subject it, it is working is working مين اللي فتح المايك؟ رفاء بالغ. رفاء Good job, miss. جوابك صح بس مش مش مش, مش هلا. I'm a good job. No problem. It is with verb ing working. أوكي okay. وأي استخدام. فش داعي نفكر فيها كثير. Now خلاص هلا يعني باللحظة هاي it's working. يعني هسا شغالة اوكي okay. بشكل عام هاي ترى مش at the moment مش at the time of speaking بشكل عام now it's working alright number 11 معطيني subject they build subject they شو بعد ال subject بيجي verb to be they شو بتاخد they is the, they are building. All right, they are building a new hospital, guys. They are building a, a, new hospital. It will be finished next year. شو رايكو? They are building a new hospital. قالوا بحكي لي عمالهم ببنوا مستشفى. Time of speaking ولا الفترة هاي؟ لا نحكي الفترة هاي. طريقته الوصف الموضوع. عمالهم ببنوا مستشفى. Okay. ben is a student but he's not very happy he enjoy subject he he is will verb ing he is enjoying his course okay but uh, he is uh, okay he is not happy manato he is not enjoying sorry نفيا. No, he is not enjoying his course. هاي Hi, time of speaking ولا بشكل عام بشكل عام. okay بشكل عام he is not enjoying his course. يعني خصوصاً من كلمة enjoy الاستمتاع يعني أتوقع بتكون على فترة. okay فهاي مش time of speaking بشكل عام الأيام هاي هو مش عماله بيستمتع بالكورس وهو مش happy. okay the weather اها حلو هذا التطبيق حلو والفيرب تشينجز changes طلعوا شو معطيني السبجكت هون عشان انتبه إنه subject مش دائما بيجي صريح هي ولا it ولا I ولا they لا مرات بيوصف لي اياه وصف او بيعطيني noun اوكي okay. السبجكت الفعل بيجيب لي اياه noun the weather the weather فعليا ايش البروناون pronoun the weather The weather هي مذكر الطقس مذكر معقول لا الطقس ما له يعني ما له جنس uh, The weather الطقس مجموعة They برضو لا يعني مش خابر الطقس بيجي مجموعة Okay اللي جاوب uh, Is the weather is صح بس أنا سألت ال weather فعليا شو البروناون pronoun تبعها؟ شو ضميرها؟ قلنا they لا شو الضمير تبعها؟ جابوا لي على الشات it good job it غير عاقل جماد اوكي okay. the weather is changing عماله بتغير وهاي على الاستخدام الثالث اللي هي ستارتينغ ستارتينغ يعني شيء بلش يحدث وراح يزيد ليه ما تعتبر اسم هي اسم اسم لل... يعني اسم اشي بس قصدك ليش ما تعتبر بس الوذر اسم الجو اوكي بس هون يعني هو شو وظيفته بالجمله؟ السبجكت هو موضوع الجمله اللي نحكي فيه بدنا نحكي عن الجو بدنا نحكي عن احمد شو بصير معه بدنا نحكي اوكي السبجكت حتى هو يحكوا الفاعل لكن هو فعليا مش فاعل بس موضوع الجمله فما طيب بنقدر احنا إن نحول الموضوع عربي آه لكن هنا اذا بتحبي اذا ما وصلتك الجوابي ما وصلك بتقدر تفتحي المايك وتساليني او تفهميني سؤالك اكثر اوكي All right. معناته I think she is good. Okay. The weather فعليا البرونون تبعها it وال it بتاخذ is the weather is changing. وظل امشي على القاعدة لحد ما يصير عندي the present continuous لعبتي وقلنا على الاستخدام الثالث the starting. Uh, number 14 Dan has been in the same job for a long time. صار له فترة طويلة بنفس الوظيفة. السبجكت ماتيني هي والفيرب ستار هي از هي هي از هي از من هي من اسمها على الاستخدام الثالث البدء بالشيء كله معطيني طالع كله معطيني البروناون صريح اي ات اي شي هي كنت حاب يكون عنده لف ودوران شوي بالموضوع هذا علشان تتمرنوا لكن للاسف أه لا اوكي okay جايز uh, هي هيك خلصنا البريزنت كونتينوس let me stop recording